سنة 1007 للميلاد ظهرت على أرض الجزائر الدولة الحمادية على يد مؤسسها حماد بن بلكين بن زيري، الذي اتخذ من قلعة بني حماد بجبل المعاضيد بولاية المسيلة حاليا عاصمة له، فكانت منارة للثقافة والعلوم وعرفت حركية اقتصادية وتجارية. في عهد الناصر بن علي الناس انتقلت عاصمة الدولة الحمادية إلى بجاية التي كانت تسمى الناصرية. وفي هذه المرحلة ازدهرت الدولة الحمادية في مختلف الجوانب الفكرية والاقتصادية والإدارية. كان للدولة الحمادية جيش قوي يتكون من جيش بري وجيش بحري، مما مكنها من مقاومة الخطر الخارجي القادم من أوروبا، خاصة النورمانديون والصقليون والإسبان.